سناء حامد ممثلة لبنانية شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من أبرزها المدبلجات واللاتي ظهرن في الفترة اللاحقة للجيل الذهبي، يذكرنا صوتها بصوت الفنانة الأردنية إيمان هايل. أدت العديد من الأدوار المتنوعة ما بين الدرامي والكوميدي، من أشهر مسلسلاتها في الدراما مسلسل اضحك وابكي، مسلسل سمع وأطاع، مسلسل مع الإنسان، مسلسل جحا الضاحك الباكي، مسلسل فردوس الكلمات، مسلسل فلتسقط الدموع. أما في الدبلجة الكرتونية زيا في مسلسل الأحلام الذهبية، رمزي في مسلسل نوار، السيدة أمينة في مسلسل نوار، عصام في مسلسل مغامرات عصام، رابح في مسلسل الكابتن رابح، توم في مسلسل مذكرات ميكان، مايكي في مسلسل غورو غورو، تريكي في مسلسل جانكي الصغير، مايا في مسلسل رحلة الأحلام، فيلم مغامرات البطريق، ومسلسل جانكي الصغير، مسلسل جزيرة الشطار، مسلسل الحارس الشجاع بسبوس، مسلسل الغابة السعيدة، مسلسل بولي فتى الثلج، مسلسل حرب الكواكب، مسلسل كليمونتين. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.